دخلت السينما من بيت الحمراء بغداد. أول سينما هذا أخذتها، بعدين سينما سيروان، بعدين سينما كريستال. أنا وكيل مال سينما صلاح الدين. لما أخذت سينما طموحي زادت على أساس أستورد الأفلام، بل يستورد الأفلام أنا للعراق كله. يوم الجمعة عالم يجي بالقاع يم الباب قاعد، بعدين عالم ويا هاي مال الشاشة يجي بابهم. اما بروجي كونفرنسي سينمائي من هي لوزارة روشنبيري لیا اما بتمان جورج یعنی لعشتوایی لبینی خلق سینما لبینی فیلم و هالکانی سینما لبینی سینما و سینما کار سینما سینما کارو خوان سینما